فلاش سبورت. أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. قبل الحديث على آخر أخبار نوادينا التونسية، نعاود نذكر بقرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. كان المغرب بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. عملية القرعة اللي صارت البارح في جنوب إفريقيا، المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب مدغشقر، منتخب جزر القمر ومنتخب غامبيا. المجموعة الثانية فيها المنتخب المغربي، منتخب الجابون، جمهورية افريقيا الوسطى، ليزوتو. المجموعة الثالثة فيها المنتخب المصري، كافير، موريتانيا، منتخب بوتسوانا. المجموعة الرابعة فيها نيجيريا، البنين، ليبيا والمنتخب الرواندي. المجموعة الخامسة فيها المنتخب الجزائري، غينا الاستوائية، توغو ومنتخب ليبيريا. المجموعة السادسة فيها المنتخب الغاني، انغولا، السودان والنيجر. المجموعة السابعة فيها الكوت ديفوار، زامبيا، سيراليون والتشاد. المجموعة الثامنة فيها منتخب الكونغو الديمقراطية، غينيا، تنزانيا ومنتخب أثيوبيا. المجموعة التاسعة فيها المنتخب المالي، موزمبيق، غينيا بيساو وسواتيني. المجموعة العاشرة فيها المنتخب الكاميروني، ناميبيا، منتخب كينيا ومنتخب زيمبابوي. المجموعة رقم 11 جنوب أفريقيا، أوغندا، الكونغو، جنوب السودان. والمجموعة 12 المنتخب السنغالي معه بوركينا فاسو، مالاوي ومنتخب بوراندي. إلى أخبار الملعب التونسي، الملعب التونسي اللي سابق الزمن من أجل خلاص ديونه حتى يتمكن من المشاركة الموسم القادم في كأس الكونفدرالية الإفريقية، باعتبار أنه حامل للقب كأس تونس. البارح الهيئة المديرة لفريق الملعب التونسي أصدرت بلاغ على الصفحة الرسمية للفريق، حكيت فيه على الوضعية الحالية للنادي. تقول وأن الهيئة المديرة تقول ما زالت 600 ألف دينار كديون لخلاصها من أجل المشاركة الموسم القادم في المسابقة القارية. وأهم ما قالته الهيئة المديرة، قالت أنها كانت تنتظر تدخل الجامعة ووزارة الإشراف لتسوية الملفات العالقة كما عملت هذايا في المواسم الفارطة مع فرق أخرى. والموقف هذايا اعتبرته الهيئة المديرة للملعب التونسي خرقا لمبدأ العدالة والمساواة. نعاود نذكر أنه 600 ألف دينار مطالب بخلاصها فريق الملعب التونسي من أجل ضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم. والهيئة المديرة للملعب التونسي تقول أنه ثم وعود من بعض رجالات النادي من أجل خلاص المبلغ، ولكن في المقابل هيئة الاستاد أطلقت حملة لجمهور الفريق بعنوان ماليها كان أولادها، دعوة لجماهير الفريق لخلاص المبلغ هذا لدعم خزينة النادي. إن شاء الله يتمكن فريق الملعب التونسي من تسديد ديونه وبالتالي ضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، تمثيل كرة القدم التونسية في المسابقة القارية كأس الكونفدرالية. من الملعب التونسي إلى النجم الرياضي الساحلي، هيئة الدعم بالنجم عقدت اجتماع البارح برئاسة عبد الجليل بوراوي وكل من حمادي المستيري، عثمان جنيح، حامد كمون كأعضاء. هيئة الدعم قررت دعوة الهيئة التسييرية لمواصلة مهامها، والهيئة نتاع الدعم أيضا التزمت بتوفير موارد مالية للفريق استعدادا للموسم القادم. نذكر خبر يهم النادي الافريقي، لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين قررت بعد التشاور مع الهيئة التسييرية للنادي تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة العادية اللي كان مقرر عقدها يوم 6 جويلية الى يوم 10 أوت 2024. خبر يهم النادي الرياضي الصفاقسي، فريق النادي الرياضي الصفاقسي البارح أعلن وصول مدربه الجديد البرتغالي ألكسندر سانتوس إلى تونس صحبة بقية طاقمه الفني. هيئة السي اس اس نذكر كانت أعلنت في وقت سابق التعاقد مع المعد البدني البرتغالي ميغيل فرانسا أوليفيرا، وأيضا التعاقد مع المدير الرياضي محمد سليم بن عثمان.
اخبار الترجي الرياضي، البارح رسميا الترجي اعلن التعاقد مع حارس المرمى الدوري البشير بن سعيد لمده 3 سنوات من 1 جويليا 2024 عقده يتواصل حتى ل 30 جوان 2027. ذكر بشير بن سعيد كان في تجربه سابقه مع الاتحاد المنستيري، عقده انتهى مع الاتحاد يوم 30 جوان الفارط. من بين ايضا الاخبار متاع الترجي، الهيئه المديره للترجي الرياضي قررت تمديد عقد رائد بوشنيبه ظهير الايمن للترجي لمده سنه اضافيه حتى ل 30 جوان 2028. ديما نحكيه على الجهه اليمين على ظهير ايمن اخر، رسميا تم تمديد عقد الظهير الايمن محمد بن علي لمده سنتين من 1 جويليه 2024 الى 30 جوان 2026. ذكر قدوم البشير بن سعيد يعجل بمغادرة معز بن شريفية. معز بن شريفية تلقى اتصالات من فريق الاتحاد المنستيري وأيضا فريق آخر تخلى على الخط للتعاقد مع حارس مرمى الترجي هو فريق الملعب التونسي. من كرة القدم إلى كرة المضرب وبطولة ويمبلدون، أونس جابر بعد تأهلها للدورة الثالث، أونس جابر غدوة تواجه إيلينا زفيتولينا الأوكرانية منصنفة رقم 21 عالميا غدوة إن شاء الله المباراة هذه. نذكر البارح أونس جابر كانت تأهلت إلى الدورة القادم من بطولة ويمبلدون بعد إزاحتها الأمريكية روبين مونتغومري المصنفة 161 عالميا. إلى كرة السلة، نذكر نهائي الكأس نهار السبت 6 جويليا الخمسة متاع العشية في قاعة رادس الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي. عملية بيع التذاكر انطلقت والتذاكر متوفرة لجماهير الفريقين على موقع تسكرتي بونتيان. الأسعار جرادان 35 دينار فيراج 20 دينار. ونذكر أنه أيضا الموعد نهار السبت مع نهائي الكبريات يوم السبت 6 جويليا ماذي ساعتين شبيبة المنازة ضد الجمعية الرياضية النسائية بجمل. نبقى مع كرة السلة، تألق المدرب التونسي منعم عون قاد النصر الليبي للتتويج بكأس ليبيا، الانتصار في الدورة النهائية على حساب أهلي طرابلس 96-95. دائما الحديث على المدربين التوانسة من كرة السلة إلى كرة اليد، نادي الصفاء السعودي أعلن تعيين المدرب التونسي نجيب بن فاير مدرب جديد للفريق. تجربة جديدة لنجيب بن فاير في البطولة السعودية بعد الأهلي السعودي، تجربة مع نادي الصفاء، وأيضا نجيب بن فاير كانت له تجربة مع فريق الريان القطري. طبعا دون أن ننسى التجربة الناجحة مع فريق الترجي الرياضي. نرجع لكرة القدم، كرة القدم الأوروبية كأس أوروبا اليوم زوز مواجهات منتظرة، الخمسة متاع العشية إسبانيا ألمانيا، 8 متاع الليل البرتغال ضد المنتخب الفرنسي، وغدوة الخمسة المنتخب الإنجليزي ضد سويسرا، 8 هولندا ضد تركيا، ونكمل بتأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا الفجر اليوم بضربات الجزاء على حساب الإكوادور 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي هدف مقابل هدف. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.